الآن لمن لا يصلي؟ لماذا لا تصلي؟ سيطاطي رأسه خجلا وسيستحي من الإجابة، لأنه لا يجد له عذرا، لا يجد له عذرا في الدنيا أبدا. هذا سؤال بشر سيخجله. بالله عليك، لو أن الذي سألك هو الله، أعطاك الله من النعم ما أعطاك، لك عينين ترى وغيرك يتمنى أن يدفع مال الدنيا ليرى، اذهب إلى المستشفى تغسل وجهك كل يوم في الصباح وغيرك يغسل كليتك.